السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فيديو شيق جدا، والدراجة دي مميزة جدا وكلها تفاصيل. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وان شاء الله الفيديو يعجبكم. والعجلة الجافا اللي معانا دي نازلة بلحامات شبيهة الكربون، زي ما احنا شايفين مع بعض. العجلة جميلة جميلة وتصميمها اكتر من رائع. زي ما احنا شايفين الفورك مع الفريم، والفورك هنا بيجي كربون برضو. ادي شكل الفورك من الناحية التانية برضو. برضو زي ما احنا شايفين الفينش بتاع العجلة عالي قوي اهوت. برضو الفريم معانا هنا شايفينه، تيشو الكرسي بيجي مبطط وده بيبقى ايرو دايناميك. برضو الرقبة هنا عندنا تبرو، بس دي مش الرقبة الاصلية، الرقبة دي متغيرة وعندنا الرقبة الاصلية ان شاء الله. يعني اللي هيشتري العجلة هنديله الرقبة الاصلية. برضو الدركسيون بيجي الومنيوم طبعا، والعجلة فعلا يعني انا شايف ان هي ماركة جافا، دي ماركة صيني بس هي من الماركات المحترمة وليها توكيل في السوق المصري وكده. برضو هنتكلم عن الكروب. كشم الخلفية شد زي ما احنا شايفين شمانو صورة. الكاسيت مش جاي شيمانو، ماركة تانية. الجشم الأمامي شيمانو صورة. الكرنك طبعا بيجي ألمونيوم. معانا العجلة الجافا دي كل مكوناتها بتيجي من ديكاف، زي ما احنا شايفين الجنود ديكاف. كل حاجة الكرنك، ودي حاجة كويسة. الفرامل برضو ديكاف، زي برضو شركة تريك. كل الحاجات بتاعتها برضو بتيجي بونتوريجر. والعجلة دي فعلا كويسة جدا وشكلها عصري جدا وحديثة. والدراجة دي للبيع، هنقول لكم السعر في نهاية الفيديو، تابعوا معانا للنهاية. في حاجة برضو نسيت اقول لكم عليها، ان الفريم هنا معانا بيجي مقاس 55، فريم سايز 55، والاسلاك بتيجي دفن من داخل الفريم. جميع الاسلاك بتيجي دفن، سواء اسلاك الجروب السرعات ولا اسلاك الفرامل، كل حاجة. حتى معانا في الفورك الكربون اهو، برضو الاسلاك جاية دفن، ودي برضو حاجة جميلة جدا وجامدة جدا. برضو هنتكلم على الجنود. زي ما قلنا هي بتيجي من ماركة ديكاف، وانا شايف ان هي كويسة. السرر بتيجي ألمونيوم، دي حاجة اكيدة طبعا، ناعم جدا زي ما احنا سامعين صوتها. هي بس الفرامل ماسكة عليها شوية، مشدودة شوية، بس هي صوتها ناعم جدا، يعني صوتها حلوة قوي وناعم. الكاوتش هنا بيجي كندا، بس انت ممكن تغيره وتحط حاجة اعلى مثلا، بس هو الكاوتش برضو كويس مش وحش، بس انت لو حابب تحط حاجة اعلى دي حاجة اختيارك انت. وكان عندنا فيديو سابق عن دراجة كانونديل، اتمنى انكم ترجعوا تشوفوه لان هيعجبكم. الدراجة دي نادرة جدا في مصر، وهي الحمد لله اتباعت. يعني الفرامل في العجلة دي بتيجي ديسك من الماركة ديكاف، أداءها كويس جدا ومحترم وشديد التوقف. برضو الفرامل الأمامي نفس النظام. ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم مينا ماهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.